هذه الفعالية التي تضم أهالي الأسرى وتضم كل النشطاء والعاملين بهذا الأسرى والمفوضيات العاملة بهذا الأسرى هنا نحمل الاحتلال أولا الصليب الأحمر الدولي الإسرائيلي المستقل الكامل عن الصمت تجاه معاناة الأسرى وعن عدم تدخله الحيادي تجاه قضية الأسرى وعدم يعني الضغط على مصنع الأسجول الإسرائيلية من أجل يعني تحسين الزيارات وتحسين أول الزيارات وتحسين العمل داخل السجون الإسرائيلية. وهنا أيضا نحمل رسالة إلى المجتمع الدولي ضرورة العمل والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل يعني معاملة الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني وفق القانون الدولي العام. وهنا نتمنى من محكمة الجنايات الدولية ونأمل كنا أن تزور قطاع غزة لترى وتشاهد معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة. وكنا أن أيضا نأمل أن تلتقي مع أهالي وذوي الأسرى لأن قضية الأسرى هي من ضمن القضايا الهامة والقضايا المهمة التي ترتقي إلى جرائم حرب دولية. هناك الكثير من الأسرى بالسجون الإسرائيلية بحاجة إلى علاج مستمر وبحاجة إلى علاج دائم. 120 أسير هم مصابين بمرضى القلب ومرضى السرطان ومرضى التصلب الشراييني ولا زالوا لا يخضعون لأي علاج مناسب. الأسير ياسر حمدون استشهد بالسجون الإسرائيلية وهذا يرتقي إلى جرائم الحرب الدولية. ونتمنى على كل الفلسطينيين الالتفاف حول قضية الأسرى لأنها قضية وطنية بامتياز. ونحن بحركة فتح نوعد الجميع أن نبقى نناضل ونضغط على الكل الفلسطيني وحتى على صورة الوطنية الفلسطينية من أجل تحرير أسرانا في السجون الإسرائيلية. وسنبقى نناضل حتى تبييض السجون مع كل الفلسطينيين إن شاء الله.